كان أحد يلام يا إخواني على الكذب فيلام هذا الملحد، وده يبين ليكم كم أن الملة الإلحادية ملة هشة جدا. والملة الإلحادية حلوة بس شقية، نطت حتة نطة خطفت راس البطة. وكم أنها ملة مخادعة. إيه الملة الإلحادية دي؟ هؤلاء الذين يقولون حرية الرأي والتعبير، ويقولون أنهم أصحاب مبدأ وأنهم لا يتخلون عن مبدأهم. مفيش حاجة اسمها الملة الإلحادية. في الملة الإسلامية، في الملة المسيحية، في الملة اليهودية، في ملل كتير، لكن الإلحاد مش ملة. الإلحاد بره الملل دي كلها. وصف بيطلقه المؤمنين على اللي مش مؤمنين. كانوا شتيمة يعني. هنري درامند أيثيست. ما ينفعش نعرف الناس بأنهم غير كذا، ملة الغير مسلمين مثلا، أو ملة الغير مسيحيين، أو ملة الغير زملكاويين. Not only am I not a fan, I'm an anti-fan. وكل ما يجمع بين الأشخاص اللي هم بيطلق عليهم ملحدين فقط فكرة واحدة بس، إن هم مش مؤمنين بأي إله من الآلهة الموجودة، لكن في بقية الحاجات كل واحد ليه مذهبه وطريقته في الحياة، وإنه مستعد يبذل نفسه ويقتل مقابل هذا المبدأ. يتقاتل ويقتل. لا ما يقتلش، يعيش، يعيش أحسن، وبعدين لما ينجو يكمل مشواره معاكم، مشواره طويل معاكم، لسه في العمر بقية، لسه مش أحسن ما يقتل وبعدين يتوقف، ها؟ يكمل مشواره شوية كده، شوية كده، شوية شوية لحد ما إيه يأتي الأجل. وهو إنه لا يرى أن هناك دين ولا رب. هذا الرجل باع مبدأه فقط ليستطيع أن يهرب من مصر، باع مبدأه يعني زي ما بيقولوا بخمسة جنيه فقط لينجو بنفسه ويصبح حر ويبقى ما يبقاش تحت رحمتنا، فقط لينجو، فقط. وبعض الإخوة حتى يشتمون ويسبون بأننا سذج وأننا استدرج. هل نحن سذج فعلا؟ سذج لأنكم تتخيلون أنه بإمكانكم أن تجبروا الناس على الاقتناع بقناعاتكم التي أنتم أصلا لن تتأكدوا تماما من صحتها. والقناعات مش ممكن أن هي تتسقى ولا تتشرب ولا تتفرد فرد. من السذاجة أن أنت تعتبر أن إكراهك الناس على اتباع دينك أمر فعال، وبيخلق لكم مشكلة أنتم بسموها النفاق. أنا بسميهاش النفاق، أنا بسميها أن الإنسان يظهر لكم اللي أنتم عايزين تسمعوه عشان ينجو بس من شركم. في الواقع معظم الملحدين اللي عايشين في مجتمعات إسلامية بيسلكوا المسلك ده، القليل 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 اللي بيظهر، الباقي بيعيش بيضحك عليك، لأنكم أنتوا حطيتوا نفسكم في المكان ده. مش من الذكاء أن الإنسان يعرض نفسه للخطر بالمناسبة يعني. فأنتوا لو مش عايزين الناس تتلاعب بيكم، تعلموا من الدرس ده، الدرس اللي أنا عطيته لكم. أحمد حرقان خدع متابعيه وخدع نفسه. لا أنا ما خدعتش متابعيه لسبب بسيط جدا، لأن المتابعين بتوعي أذكياء، فكانوا فاهمين، وأنا كنت يعني بسيب إشارات كده لطيفة ظريفة، يعني زي مثلا أكتب مثلا حاجة في نفسي أخوب حاجات، هم بيفهموا يعني. وخلي بالك كتير من الناس المؤمنين أصلا برضو كانوا فاهمين. هو المستهدف كان الأشرار بصراحة، بين قوسين يعني الأشرار مستهدف بالخطة دي أو بالخدعة دي كان المتطرفين، والمتطرفين ممكن بسهولة أن أنت تخدعهم يعني. لكن الفيلم ده كله كان مكشوف، وكنت قاصد أنه يبقى مكشوف للناس اللي بتفهم يعني. طب لماذا أحمد حرقان أخذ بالتقية كما يفعل الروافض؟ التقية مش بتاعة الروافض ولا حاجة، العيال المشايخ الجداد اللي هم بتوع اليومين دول اللي هم حاطين الشيعة في دماغكم، وانتوا عندكم التقية وانتوا عندكم مش عارف ايه، العيال ديت مش فاهمة فقه حتى إسلام. الفقه السني والقرآن نفسه بيتكلم عن التقية وبيشرع التقية بوضوح شديد جدا. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. حدثت عن الحسين قال:
سمعت أبا معاذ قال أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه قال التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية فتكلم مخافة على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه إنما التقية باللسان. لماذا خدع أتباعه وخدع المسلمين وخدع الناس كلها فقط علشان يعرف يروح لمراته مرة تانية ويهرب من مصر ويذهب إلى تونس؟ What? 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 هنا أحمد حرقان هو الملام ولسنا نحن إخواني. فقط علشان يروح لمراته؟ عايز يقول لنا يعني إنه مراته ديت عادي جدا يعني الصبح يغيرها عادي؟ لا احنا مختلفين. ممكن أعمل أي حاجة علشان يروح لمراته. أنا فعلا وعدت مراتي إن أنا أروح لها ووصل لها رغم كل الحصار المفروض عليا ووفيت بوعدي. ده شيء لا يقدر بثمن على فكرة. سيبك من أي حاجة تانية بقى، كنت بتقولي قضية ولا مش قضية ولا لا، هي دي كانت ساعتها القضية. لماذا خدع أتباعه؟ أتباعه؟ بص يا شيخه، إحنا ما فيش حاجة اسمها أتباعه ومش أتباعه. أنا ما عنديش أتباع. الأتباع دي تخصكم أنتوا، ما تخصنيش أنا. بس علشان يروح لحضن مراته. Just for the shot. يعني العاقبة نفسها مش هتعود علينا بالسوء، بل هتعود عليه هو بالسوء. ليه هتعود عليه بالسوء؟ هو طلع كذاب، هو طلع كذاب في النهاية، خدعنا كذاب. بس العاقبة، العاقبة عادت عليكم انتوا بالسوء، وتم تلقينكم درس مهم جدا في ان الإكراه غباء، وان كل اللي هتكسبوه من وراء قمع الملحدين ان انتوا هيتم التلاعب بكم بكل الصور. وأنا بشجع كل اللادينيين اللي يتحطوا في مواقف خطيرة لأي سبب من الأسباب إن هم يقولوا والله كانت أفكار شك وراحت لحالها، وتوبنا إلى الله وتقرأوا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. تعرفوا شو تعملوا كده؟ سهلة علمكم. أصل الكسب في الحالات اللي زي دي حلو للمسلمين وحش لغيرهم. فإيه يعني أنت طلعت يعني طلعت لنا لسانك وعرفتنا أن أنت كذاب؟ خلاص أنت كذاب. لا يا شيخ وليد، أنا لو هطلع لك مش هطلع لك لساني. ده مش مسألة تقية بس، ده مسألة كمان لو عايز تتوصل لأي مصلحة للمسلمين شرعا أنت ممكن تظهر الكفر، زي ما محمد أذل لفرقة الاغتيال اللي بعتها الكعب بن الأشرف يقولوا الكفر بلسانهم، إن هم يوصفوا محمد بأن هو وحش وأن هو أذاهم وأن هو طلع دينهم. قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا الصدقة. قال وأيضا والله قال فإن قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. وزي برضو ما أنا قلت كده يعني هو واحد خرج من الإسلام ألاف مؤلف وفضل الله عز وجل دخول الإسلام. يعني كل يوم والتاني تسمع أن في يوتيوبر كان ملحد وأسلم، يوتيوبر بنت أسلمت، فلان أسلم، ده أسلم، ده أسلم، وكلهم من الناس المشاهير. النفاق هيفضل موجود، النفاق هيفضل موجود. والله يا أصلاً أنا متوقع أن تونس تبعته من غير أي حاجة. يعني أنا متوقع أن تونس تبعته من غير أي حاجة، من غير قضية إصدار قضية ولا حاجة. إحنا ناقصة تبعت يا عم خلاص، يا ناقصة يعمل لنا بطل في تونس والكلام مش كفاية اللي عندنا. ابعد يا عم في طيارة شحن وخلاص على كده. وفي الحقيقة كان كذبه واضح جدا من وقتها، وفي كتير من الأفاضل كتبوا بوستات عن الأمر ده وحذروا منه لأنه شخص أساسا كذاب. مفيش حد كلمه ولا اتحبس، مفيش حد تهجم عليه، وبيسافر وبيرجع ومفيش حد كلمه. فكان إيه لازمة الحوار ده؟ ده طبعا كذب منه ملوش أي أساس من الصحة.